حمص، هي تسيطر على طريق يصل وسط سوريا بريفها او ساحلها كامله. هي المنطقه التي تسيطر على القريه المعروفه بقريه مزع، القريه هي منبع للشبيحه. هذه الجزيره بابراجها العاليه تسيطر على نصف حمص باكمله، تستطيع ان تص... اي من يعتريها او يسيطر على اسطحها يستطيع ان يسيطر على نصف حمص، يستطيع ان يمسك جميع شوارع مدينه حمص تقريبا. وخاصه المصفاوي طريق حمص طرقوس اهم طريق موجود، يستطيع ان يكشف الكليات الحربيه الموجوده في الغابه التي تصل حي الوعر وحمص على الريف الشمالي. هذه اهميه حي الجزيره السابعه من حيث موقعها. لكن الحي نريد ان نذكر انه لا زال محاصر لليوم 23 على التوالي، حصار خانق. الحي مملوء باكثر من 500 الف مدني اغلبهم نازحين، لا يسمح بدخول اي مواد تموينيه او غذائيه او ادويه للحي. يشهد الحي نفاذا لمواد الطعام بشكل كبير جدا وحاد. يوجد عائلات كثيره لا تملك اي نوع من انواع الطعام منذ ايام. شح كبير من المواد الطبيه والاطباء مع زيادة اعداد الاصابات في الحي نتيجه عمليات القصف والقنص ضد المدنيين. ننتقل الى احياء حمص المحاصره التي تعرضت البارحه واليوم لقصف عنيف ايضا براجمات صواريخ من الكليه الحربيه ومن فعاليه الدبابات المتواجده على القلعه الاسريه في مدينه حمص. ننتقل الى الريف الحمصي، تمكن عناصر جيش حر في منطقه مهين من تحرير مستودعات الذخيره ومخابر الهجاني المحيطه بالمنطقه واغتنام كميه كبيره من الاسلحه والذخائر وقطع عدد كبير من عناصر قوات الاسد وشبيحتهم في الريف الحمصي الجنوب الشرقي. وهذا وقد تمكنوا في الايام الماضيه من تدمير حاجز البصيره الواقع على طريق عام دمشق قدمه. نعم. نريد ان نعود ونذكر بالموضوع الانساني، الموضوع الانساني جدا. الوضع سيء في مدينه حمص كاملها وريفها ايضا، لا يسمح بادخال الطعام ابدا للاحياء التي يسيطر عليها الجيش الحر، ان كانت احياء حمص المحاصره او الحي الوعر الذي يعتبر من اكبر احياء سوريا بعدد السكان، يعني 500 الف لا يسمح بادخال له اي نوع من انواع الطعام. تمكن الجيش الحر بعد ان قام الشبيحه بمداهنه واعتلاء ابراج الجزيره السابعه التي كان قد اتفق عناصر الحر والجيش النظامي على ان تكون منطقه خاليه من السلاح، لا يسيطر عليها احد منهما، تبقى منطقه المدنيين. لكن عناصر الاسد في صباح منذ اسبوع تقريبا قاموا بمداهنه تلك الابراج والسيطره عليها واعتلاء الاسطح، وبداوا بالقنص على كل من يتحرك في الشوارع بطريقه شبه همجيه، مع اذلال الناس، مع طردهم من البيوت، مع سرقه البيوت، مما دفع عناصر الجيش الحر للتحرك الى الجزيره السابعه. ودارت اشتباكات على مدار 5 ايام، اشتباكات عنيفه جدا، استطاع من خلالها عناصر الحر من انزال القناصين وعناصر النظام تلك الابراج وانسحابهم. نعم. كما تمكن عناصر الحر من السيطره على قريه الرقه التي هي كانت تحتوي على حواجز للنظام تقوم بالضرب على احياء الوعر ايضا، على حي الوعر. كما تمكن الجيش الحر من السيطره على تلك القريه. حاليا لم يبقى يفصل حي الوعر عن طريق حمص طرطوس سوى عده مباني. في حال تمكن الحر من السيطره عليها يستطيع ان يتحكم بالطريق بشكل كامل وقطعه متى ما يريد. نعم، مراسل شبكة شام أبو بسام في حديث عن التطورات في حمص وريفها وتقدم الجيش الحر لمنطقة الجزيرة السابعة وقرية الرقة، شكرا جزيلا لك.